عارف مشكلتنا في ايه؟ مش في الخمس هزائم، في ال 14 تعادل. لانه جم في 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 ظرف وتوقيتات كانوا مؤثرين جدا معظمهم يعني على مسيره بطوله الدوري، وده اللي زعل الناس. لكن الحقيقه ان لازم نقول ان الراجل ده تجربته ناجحه، ما هيش عايزه مناقشه طبعا. انما عشان يستمر في النجاح كنا طالبين نشوف منه حاجات تانية. كنا طالبين بقى ان هو انت لما تطلب لعيبه هتطلبها ازاي؟ لحد دلوقتي الامور ماشيه، البدايه مبشره، الاستمرار على استخدام الاوراق وان لعيبتك تبقى بهذا النضج سواء الاساسيين او البدلاء هتبان مع تقدم المباريات، لان زي ما قلت لك ما بقاش حد ضامن مكانه. بترجعني لجيل هيدوكوتي في السبعينات. محسن صالح كان بيقول لك اخاف اوطي اربط الجزمه لاني بره صحيح. كله يركن.